والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله سبحانه وتعالى تكون هذه الكلمة عن خطورة الشرك في الدنيا. أولا، الشرك يسبب القحط ويسبب الجد ويسبب غلاء الأسعار ويسبب الخوف ويسبب انعدام الأمن وإلى غير ذلك. ربنا قال في سورة النحل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. في بداية الآية ربنا قال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. الإمام ابن كثير قال: وهذه القرية هي مكة، فكانوا آمنين من الحرب مطمئنين من الخوف وبعد مرزوقين من الجوع. ربنا قال: يأتيها رزقها رغدا أي كثيرا سهلا ميسرا من كل مكان. حتى إنه بعض المفسرين قالوا أهل مكة كانت عندهم رحلتين للتجارة في السنة الواحدة، رحلة في الشتاء إلى اليمن ورحلة في الصيف إلى الشام. شوف النازل يمشوا ويجوا يقطعوا المسافات دي كلها، زول بيسألهم في الطريق ما في. ليه يا أخواننا زول بيسألهم ما في؟ لأنهم معروفون بين الناس أنهم من سكان بيت الله الحرام. ربنا قال: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. ربنا قال لإيلاف قريش، يعني من أجل إلفة وإئتلاف قريش، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فكانوا آمنين من الحرب مطمئنين من الخوف مرزوقين من الجوع. دي نعم ولا ما نعم؟ نعم. بعد ذاك ربنا أرسل ليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. والعرب من أهل الفصاحة والبلاغة، يعني معروفون أو عارفين إنه لا إله إلا الله معناته ما تنادوا اللات وما تنادوا العزة وما تنادوا منات وغيرها من الأصنام، فأبوا إلا الشرك بالله سبحانه وتعالى. وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قالوا: ما بنخلي الآلهة بتاعتنا دي، ما بنخليه. زي ما الليلة بيفعل المتصوفة هنا في السودان، تقول لهم: يا ناس نادوا الله وما تنادوا الشيوخ من دون الله سبحانه وتعالى. يقول لك: بناديهم في كل قضية بناديهم، حيين ميتين بناديهم. والكلام ده علموا لهم الشيخ بتاعهم عبد الرحيم وقع الله البري، علمنا الشرك بالله سبحانه وتعالى في كتاب رياض الجنة ونور الدجنة. قال: إناب خطب في البلاد نزيل، قال: فقل يا ولي الله إسماعيل قطب الوصال الكردفاني الذي قد خصه من ربه التبجيل. شوف ده قال لك: لو حصلت لك مصيبة وحصلت لك كربة ما تنادي الله، قال لك نادي الشيخ من دون الله سبحانه وتعالى. السداء ما بجوز للناس يتكلموا فيه، بجوز للناس يتكلموا فيه، والناس اللي بيتكلموا فيه مأجورين بإذن الله سبحانه وتعالى. الله يديك أجر عادل، أي الله يديك أجر تلقى بعدين يوم القيامة، دي غيبة جائزة في الناس الزيدين. فأهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتوحيد ونهاهم عن الشرك، فأبوا إلا الشرك بالله سبحانه وتعالى.
ربنا قال فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ربنا لبسهم الجوع زي ما انت بتلبس الجباب بتاعك. فالجزاء يا اخواننا من جنس العمل. ربنا قال في سورة سبأ, ربنا قال لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. انا داير اوري خطورة الشرك هنا في الدنيا, انه الشرك بيجيب الحاجات الكعبة دي. ربنا قال لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. ربنا قال فأعرضوا يعني عن توحيد الله سبحانه وتعالى. شوف أهل سبأ ديل, الواحد منهم لما كان يجي يسافر أول شيء ما بشيل طعام ذات ولا بشيل شراب ولا بيركب في دابة, بيمشي ساكت, الظل من فوق ليه, ولو دير يأكل الأكل بيلقاه ميسر, ولو دير يشرب الشراب بيلقاه قدامه. لكن الحصل شنو؟ ربنا أرسل ليهم الرسل فأمروهم بالتوحيد ونهوهم عن الشرك بالله سبحانه وتعالى, فأبوا إلا الشرك بالله سبحانه وتعالى. ربنا قال فأعرضوا يعني عن توحيد الله سبحانه وتعالى, فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم يعني السيل الجارف الجرار. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط يعني الثمار الكريه وأكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ربنا قال ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي شنو؟ وهل نجازي إلا الكفور. فالجزاء من جنس العمل. ويا أخواننا الشرك ده بيسبب الهلاك زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة يونس ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا أي لما أشركوا بالله سبحانه وتعالى. شوف القرون دي كلها من زمن نوح عليه الصلاة والسلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم, كل القرون دي ربنا أهلكم بسبب الشرك بالله سبحانه وتعالى. ونحن يا أخواننا لو دارين الوضع ده يتغير في السودان والحالة دي يا أخواننا بيتمناها أي زول, يقول لك نحن والله دارين السودان ده يكون آمن ويكون مطمئن والناس المعايش بتاعتهم تتيسر والناس يلقوا يعني رغد في العيش ويعيشوا في أمن واستقرار. الكلام ده والله يا أخواننا لا يتحقق إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة, ولا يتحقق إلا بتغيير ما بأنفسنا. ربنا قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى شنو؟ حتى يغير ما بأنفسهم. وربنا قال ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى شنو؟ حتى يغير ما بأنفسهم. فيا أخواننا نغير الشرك, الشرك نغير بالتوحيد, ونغير المعصية بالطاعة, ونغير الكفر بالإيمان, فينصلح حال هذه الأمة. هذا وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.